الفاونديشن بتاعت الديزاين بتاعتنا، وقلنا ان احنا كل الغرض بتاعنا ان احنا عايزين نصمم قطاع، بس عايزين نضيف كلمه ان القطاع بتاعنا اللي احنا بنصممه من ناحيه اقتصاديه ايكونوميك، ومن ناحيه الهيدروليكيه يكون الافشنسي بتاعته اعلى ما يمكن. وعشان كده يمكن اتكلمنا على تعريف المره اللي فاتت لحاجه سميناها بيست هيدروليك سيكشن، وعرفناه مع بعض على انه هو القطاع الذي يعطي اقصى تصرف مع اقل محيط مبتل، بس بكونديشن ثانيه. هنثبت ايه؟ هنثبت المساحه، هنثبت الميل، هنثبت معامل الخشونه اللي موجود عندنا. وقلنا ان القطاعات اللي هي بنسميها البيست هيدروليك سيكشن دي بتحقق لي حاجه مهمه اساسيه دلوقتي، اللي هي ايه؟ ان هو بيديني اقصى تصرف، ده اول جمله في التعريف. طب تاني حاجه مع اقل محيط مبتل. طب هو انا لما اوصل لاقل محيط مبتل هل ده في ناحيه اقتصاديه؟ تاني سؤال، انا دلوقتي بنقول هو القطاع الذي يعطي اقصى تصرف، ادي الناحيه الهيدروليكيه اللي احنا بندور عليها، مع اقل محيط مبتل. بعد كده عند ثبات الثلاثه فاكتور اللي احنا اتكلمنا عليهم، هنا الناحيه الافشنسي بتاعتنا جبناها اللي هي ادتني اقصى ايه؟ اقصى تصرف. هل كلمه اقل محيط تفرق معايا في حاجه؟ ايه؟ الاحتكاك هيقل، الاحتكاك لما يقل يعني هزود التصرف، يبقى انا لسه بتكلم على دي. فين الاقتصاديه في ده؟ ايوه، ادي القطاع بتاعي، ادي الميه اللي بتمشي فيه، لما اوصل ان الطول بتاعي ده وهو ده المحيط المبتل بالنسبه لي اقل ما يمكن، يبقى لو بقول لك بطن القطاع بتاعك يبقى اقل كميه تبطينه تحتاجها هي في البيست هيدروليك سيكشن. لما اجي اقول لك اعمل ريبير او تطهير للقطاع ده ورجعه لاصله، يبقى اقل كميات حفر سعادتك هتطلعها هي اللي هتطلع من مين؟ من البيست هيدروليك سيكشن عندنا. تمام؟ صح ممدوح، هات لي ازازه الميه يا ممدوح. شكرا. يبقى ده بالنسبه لنا تعريف البيست هيدروليك سيكشن. يمكن قبل ما نوصل لتعريف البيست هيدروليك سيكشن واللي اثبتنا فيه مع بعض للشكل الريكتانجلر هو امتى الشكل ده يوصل لحاله البيست كونديشن بتاعتنا، سبق الكلام ده التعريف شويه او الكلام شويه على الريكتانجلر سيكشن بما انه الشكل السهل كلنا نتعامل معاه. وعرفنا للقطاع المستطيل قطاعين في حاله خاصه اللي هم ايوه اللي هو قلنا القطاع ممكن يكون ريكتانجلر بس في حاله فيري وايد. طب كده وامتى الكونديشن ده بيتحقق؟ الفيري وايد سيكشن بيتحقق امتى؟ لما البي بتاعتي عرض القطاع بتاعي اكبر من او يساوي 10 اضعاف عمق الميه اللي موجوده فيها. والنوع الثاني اللي هو الفيري وايد او اسف الفيري ديب او النارو سيكشن، وده اللي لما يكون عمق الميه فيه اكبر من 10 اضعاف عرض القطاع بتاعنا. طيب اثبتنا مع بعض المره اللي فاتت ازاي القطاع المستطيل اللي عندي يكون في حاله بيست كونديشن. طبعا انتوا بتكرهوا الاثباتات وانا بكرهها وهتيجي في الامتحان. شفت بقى السهوله؟ انت بتكرهها وانا بكرهها قبلك، بس لازم هنجيبها. بس يا ترى هنجيبها فين؟ انا مش هالف لك حاجه غريبه، انا اللي هيهمني يا باشمهندسين انك فاهم فكره بيست هيدروليك سيكشن ازاي اوصل للكونديشن بتاعه. عشان كده انا قلت لك في جدول ده اللي هيلخص الشغل اللي انا محتاجه انك تكون عارفه عن موضوع البيست هيدروليك سيكشن. الجدول دوت هيهمك مش النهارده، هيهمك قدام وانت بتعمل الديزاين. يعني نعمل الجدول وبعد كده هقول لك تتصرف معاه ازاي. شكرا يا ممدوح. لو جينا مسكنا اول قطاع عندنا يا باشمهندسين اتكلمنا عليه الريكتانجلر سيكشن. هو لاول مره بصراحه تحصل معايا ف
في عمر التدريس كله ان الاله يبقى طالع من عند الباشمهندسات، جديد عليا. انا دايما متعود على دول، عشان كده بعرف اخد راحتي معاهم. عامل معاكم انتوا ايه؟ بنقول امتى القطاع الريكتانجلر يكون في حاله بيست هيدروليك سكشن؟ حطينا مع بعض الكونديشن، لما تبقى البي تساوي 2 الواي. طبعا بالنسبه لنا اتفقنا على الرموز اللي بنتعامل معاها، ان البي بالنسبه لي هي عرض قاع القناه والواي عمق الميه بتاعها. طبعا من ضمن الكونديشن بتاعك ان الار هتطلع بتساوي واي على 2. ده الكونديشن الاولاني واللي احنا اثبتناه مع بعض. اكيد المعيدين اشتغلوا معاكم على الكلام ده، انا عارف الاسبوع اللي فات. لو رحنا للتريانجولار سيكشن، قطاع اللي شكله مثلث، طبعا القطاع ده لما هتيجي تبص عليه كل اللي هيبقى موجود عندك عباره عن عمق سريان واي وميل جانبي زد. فين البي؟ فين البي؟ ما عنديش بي لان راس المثلث بتاعي ملهاش قيمه، لكن عندي توب واتس. توب واتس ما يفرقش معايا دلوقتي في الكونديشن بتاعتي او يفرق. طيب امتى يكون القطاع ده بيست هيدروليك سيكشن؟ قال لك لما تبقى زاويه راس المثلث 90 درجه. ده الكونديشن اللي يخليني المثلث كام؟ يخليهولي في حاله بيست هيدروليك سيكشن. يبقى هنا الكونديشن بتاعي ان سيتا تبقى بتساوي 90 درجه، يعني الميل الجانبي بتاعك بيكون واحد لكام؟ واحد لواحد. ما انت لو قسمت الكلام ده بالنص كده هتبقى الزاويه دي 45، ودي ما تحصلش غير لما يبقى الميل ده. طب كده الراس والافق بتاعي اهو متساويين. طيب وان الار بتاعتنا تطلع بتساوي الواي على 2 جذر 2. طيب سؤالي، يا ترى القطاع ده بيست هيدروليك سيكشن مع انه عمق ميه؟ القطاع ده يبقى بيست هيدروليك سيكشن مع انه عمق ميه؟ لما تبقى الواي علاقتها ايه بالبي؟ بس انا هنا ما عنديش بي. طب عندي تي يا عم. طب لما تبقى الواي والتي ايه علاقتهم ببعض؟ جميل، حلو. هديك المجهول تي وواي، يبقى امتى كقيمه كرقم؟ متر مترين 3 10، القطاع ده يبقى بيست هيدروليك سيكشن من وجهه نظرك او بالتقريب يعني. ده القطاع الوحيد اللي طالما عملت زاويه الراس بتاعه المثلث 90 درجه اي عمق ميه هو بيست هيدروليك سيكشن. لان انا دلوقتي قلت لك المهم ان الزاويه راس المثلث تبقى كام بس. يبقى سعادتك مشيت الميه بعمق نص متر، متر مترين 3 10، كل حالات السريان دي هتبقى مالها؟ كل حالات السريان دي هتبقى مالها؟ بيست هيدروليك سيكشن. طب ده على فكره ده كده يعتبر ميزه زياده عن مين؟ دي كده ميزه للشكل ده عن مين؟ عن الريكتانجولر. اشمعنى؟ لان الريكتانجولر ده له كونديشن واحد بس يخليه بيست هيدروليك سيكشن، اللي هو ان الواي تبقى قيمتها طب كده نص عمق مين او نص عرض مين؟ القاع. لو غيرت النسبه دي شكرا هو مستطيل على عيني وعلى راسي، لكن ما عادش في حاله بيست هيدروليك سيكشن. لكن المثلث مشيت فيه متر زي مترين زي 3 زي 10، دائما وابدا كلهم في حاله بيست هيدروليك سيكشن عندنا. ماشي كلام معايا؟ طيب لو رحنا للحاله بتاعه الترابيزويدال سيكشن، بالنسبه للترابيزويدال سيكشن يا باشمهندسين، يمكن مشكلتنا او مش مشكلتنا معاه ان المتغيرات اللي فيه زادوا واحد، يعني عندي عرض القاع بي، عندي عمق السريان واي، وعندي الميل الجانبي كام؟ زد. طيب ساعتها احنا كنا واحنا بنعمل الاثبات بخلي المعادله بتاعتي، طب كده بكتب معادله الاريا، بكتب معادله البريمتر، بعوض بشوف المتغيرات اللي موجوده، اطلع واحد بدلاله الثاني، احول المعادله بتاعتي كلها فيها كام متغير؟ واحد فقط، اعمل تفاضل للمتغير ده بطلع مين؟ الكونديشن. هنا خليت البي بدلاله مين؟ الواي، عشان كده كان عندك كونديشن واحد. هنا خليت الواي بدلاله التي او العكس، عشان كده برضه في التفاضل بتاعك كان عندك كام كونديشن؟ واحد. لكن هنا
انت عندك كم متغير بيتحكموا في شكل الهندسي للقطاع؟ ثلاثة، البي والواي والزد. عشان كده الترابيزويدال سيكشن ملوش كونديشن واحد يخليه في حالة بيست هيدروليك سيكشن. يعني لما احنا بنيجي نثبت، حتى لو المعيدين اثبتوا لكم الاثبات ده، او لو انت قريته في البي دي اف او قريته في الكتاب او اي حاجه معاك، هتلاقي بيتعمل الاثبات للبيست هيدروليك سيكشن مرتين. باجي اقول انا عايز اجيب العلاقه بين مين ومين؟ بي واي. طب والزد يا عم اعمل فيها ايه؟ عايز تطلعها بره المعادله بتاعتك، فتعمل فيها ايه؟ تحولها لثابت لرقم. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اقول لك والله انا عايز اصمم قطاع بيست هيدروليك سيكشن شكله ترابيزويدال، فهتجيب لي العلاقه بين البي والواي وميله الجانبي واحد لواحد، وميله الجانبي اثنين لواحد، وميله الجانبي ثلاثه لاثنين، يبقى انت عملت ايه في قيمه المتغير الثالث؟ ثبتته برقم، فلو فضلته هيطلع بايه اصلا؟ بصفر. يبقى انت كده كانك حيدته بره المعادله بتاعتك. عشان كده بنقول ان الحاله الاولانيه لو افترضنا ان قيمه الزد عندنا كونستانت، زي ما كنت بقول هات لي العلاقه بين البي والواي عشان احقق بيست هيدروليك سيكشن، بس بشرط خليه لي قيمه الزد مالها كونستانت، كونستانت برقم ثابت، يطلع بقى 20 درجه 50 درجه من الواحد لواحد ايا كان الشكل اللي هيديك بيه زاويه مين؟ زاويه الميل ده. قال لك ساعتها هتطلع بتساوي الار بتساوي الواي. ده الكونديشن الاولاني. طيب الكونديشن الثاني عندنا قال لك طب بسيطه، انا عايز اخلي الزد متغيره، ما انا مش عارف يا ترى هو الميل الجانبي واحد لواحد هو الافضل، ولا الميل الجانبي اثنين لواحد هو الافضل، ولا الميل الجانبي ثلاثه لاثنين هو الافضل، ولا ايه بالظبط؟ انه زاويه ميل بالنسبه لي هي الافضل عشان تحقق لي البيست هيدروليك سيكشن. عشان كده يبقى لازم تختار متغير تاني وتعمل فيه ايه؟ وتثبته. قال لك خلاص يا عم المره دي هثبت لك مين؟ قال لك هثبت لك الواي. يبقى الكونديشن رقم اثنين لو الواي تساوي كونستانت. يعني ايه الكلام ده؟ صمم لي قطاع بيست هيدروليك سكشن ترابيزويدال بعمق متر. صمم لي قطاع ترابيزويدال خلوه لي بيست هيدروليك سيكشن، بس بشرط ان الميه عمقها فيه كام؟ متر، متر ونص، مترين. يبقى انا كده عملت ايه في قيمه الواي؟ ثبتها. طيب لما كده ثبتت الواي بقى مين المتغيرات اللي عندي؟ بقت البي والزد. قال لك ساعتها الكونديشن اللي بيطلع عندك ان الزد بتساوي واحد على جذر ثلاثه. ساعتها الزد عندك بتطلع بتساوي واحد على مين؟ على جذر ثلاثة. تاني يا باشمهندسين الكلام اللي انا بقوله ده، الثلاثة دول انا بشتغل دلوقتي على مين؟ خلي بالك على القطاعات التراديشنال اللي احنا عارفينها المتعارف عليها. ممكن احفر الترعة ريكتانجولر، ممكن اعمل ترعة مثلث مع الصعوبة، ماشي تمام كده، بعملها ترابيزويدال، ده الشائع، وهيجي اتكلم على الدايرة لوحدها دلوقتي اللي ده هتاخد مننا شوية كلام. طيب ده كان عندي له كام كونديشن؟ واحد فقط، بي بتساوي 2 واي، غيرت الكونديشن ده الدنيا بالنسبه لك كلها باظت. ده بالنسبه لك الواي ما كانتش فارقه معاك، كان اللي فارق معاك مين؟ ها؟ كان اللي فارق معاك مين؟ سيتا. خليت لي السيتا دي رقم غير ال 90 درجه، شكرا. الشكل ده عمرك ما تعرف تعمله بيست هيدروليك سيكشن خلاص. يعني لو انا جيت خليت قلت لك صمم لي مثلث ميله الجانبي 2 لواحد وقلت لك اعمله لي بيست هيدروليك سيكشن، تروح جايب لي كده بالخط العريض يا دكتور انت مش فاهم. ليه؟ لان وانس ان سعادتك خليت الميل ده مش واحد لواحد، يعني الزاويه دي ما عادتش 90 درجه، الشكل ده خلاص ما عادش ينفع يبقى بيست هيدروليك سيكشن. الشكل ده ما عادش ينفع لان الحاجه اللي بتخليه بيست هيدروليك سيكشن ان زاويه راس المثلث بتاعته تبقى كام؟ بس. طب مع انه عمق ميه ما لا نهايه، اي عمق ميه في مثلث زاويه راسه 90 درجه هو في حاله بيست هيدروليك ايه؟ سيكشن عندنا. ماشي كلام معايا؟ طيب الكونديشن او الترابيزويدال سيكشن زي ما قلنا في متغيرات ثلاثه بقى، بي واي زي المستطيل، وزد زي مين؟
زي المثلث، عشان كده يمكن ممكن يبقى الكلام بتاعنا هنا كانه ميرج من اللي فوق. طيب بالنسبه لي قلت انا ما بعرفش افاضل ثلاث متغيرات، لازم يبقى عندي متغير واحد، يا اما اثبت واحد واجيب واحد بدلاله التاني. قلنا ده اللي هعمله. لو طلبت منك تصميم ترابيزويدال سيكشن في حاله بيست هيدروليك سيكشن، ممكن اقول لك بشرط ان ميله الجانبي واحد لواحد. ينفع؟ ينفع. بشرط ان ميله الجانبي 2 لواحد. ينفع؟ ينفع. بشرط ان ميل الجانبي 3 ل 2. يبقى انا ثبتت لك مين؟ الزد. وبقول لك بقى شوف انت العلاقه بين اليو والواي تبقى كام عشان تحقق البيست هيدروليك سيكشن. ساعتها بقول لك الار تساوي الواي. هي مين الار؟ ها؟ الهيدروليك راديوس اللي بيساوي مين؟ الاريا والبريمتر. يعني احنا رحنا على جنب كده عشان انا اتعامل في الكونديشن ده هعمل فيه ايه؟ كل الحكايه انت بتقول لي ار بتساوي واي على 2. طب وانا عارف ان الار دي هي عباره عن مين على مين؟ اسف، الاريا على البريمتر. طيب ساعتها الاريا بتاعتك عباره عن بي زائد زد واي، كل الكلام ده في واي، على بي زائد 2 واي في الجذر التربيعي الواحد زائد زد سكوير. ادي الاريا وادي البريمتر بتوع القطاع. طب ما بالنسبه لك قيمه الزد هنا مالها؟ ثابته برقم، خلاص يعني اعرف اصفي الجزء ده كرقم، وهيتبقى لي هنا علاقه بين مين ومين؟ فيها بي وواي. طب وفوق؟ ما هو الزد برقم، يعني برضه العلاقه هنا بين مين ومين؟ طب والكلام ده يطلع بيساوي كام في الاخر؟ الكلام ده هيساوي الناحيه الثانيه بايه؟ بواي على مين؟ على 2. طرفين في وسطين هات لي العلاقه بين البي والواي. يعني كانك بتحول برضه المعادله اللي انت بتصمم على اساسها لمعادله فيها كام متغير؟ واحد، عشان تعرف تطلع القيمه دي. هنشوف ازاي ده بالارقام لما هنيجي نتكلم على الديزاين. الكونديشن الثاني ان انا اقول لك والله صمم لي قطاع ترابيزويدال سيكشن، طب كده عمق الميه فيه 2 متر. ممكن لاي اسباب ان انا مش هعرف التربه بتاعتي، مش هعرف اعمقها في الحفر اكتر من كده، عشان بيحصل انهيارات جانبيه، عشان حواليا بيوت، عشان حواليا طرق، ايا كان السبب اللي يخليك تجبر ان عايز ترعه عمق الميه فيها ما يزيدش عن 2 متر. يبقى ساعتها انا بثبت لك مين؟ الواي. طيب ساعتها يبقى العلاقه بين البي ومين؟ والزد. ساعتها بتطلع الزد بتساوي واحد على كام؟ على جذر 3. طب جيت انا قلت لك في مساله ديزاين ترابيزويدال سيكشن فور بيست كونديشن وسكت، لا قلت لك الميل ولا قلت لك الواي، هتعمل ايه؟ تحقق الشرطين. تاني، لو جيت قلت لك ديزاين ترابيزويدال سيكشن فور بيست كونديشن، وانت بقى مستني اقول لك حاجه من اتنين، يا اقول لك الميل الجانبي بكام، يا اقول لك عمق الميه بكام، عشان تعرف ايه تشتغل. لا قلت لك كده وسكت. نقطة، كمل. يبقى ساعتها أنت هتحقق الشرطين دول مع بعض. إزاي؟ تعالى للشرط الأولاني إن الأر بتساوي كام؟ ها؟ إن الأر بتساوي كام؟ واي على 2؟ أهو يا عم، أر بتساوي واي على 2. طيب، وهنا تبقى الزد بكام؟ بواحد على جذر 3. ما هو ده الكونديشن الثاني في الزد اللي يخلي الشكل ده مين؟ بيست هيدروليك سيكشن. يبقى هنا يا باشمهندسين اديتك زد ار هتساوي واي، اديتك واي الزد بواحد على جذر 3، ما قلتش يبقى سعادتك بتقول ان الار هتساوي واي على 2، ده الكونديشن اللي انت عارفه، بس وانت بتعوض بالارقام في مسالتك ساعتها قيمه الزد اللي ظهرت هنا او ظهرت هنا هتبقى قيمتها بكام؟ بواحد على جذر 3. كمل مسالتك. ده انت كده يعني بص حققت للترابيزويدال كل احلامه، ان كل المتغيرات بتاعته في الديزاين عشان يبقى بيست هيدروليك سيكشن مالها بقت موجوده. ماشي الكلام معايا كده يا باشمهندسين؟ طبعا الكلام ده عندكم في الكتاب او في البي دي اف او ايا كان له اثباتات، وزي ما قلت لك هي الاثباتات مطلوبه منك عشان تعرف خطواتها، لكن انا لما هجيب لك مساله في الامتحان بيست هيدروليك سيكشن مش من دول، مش من دول، شكل تاني خالص. ايوه يعني هتديهولنا؟ لا، هو هيبقى ده مفاجاه الامتحان. ده سعادتك عشان اعرف انت فاهم يعني ايه تثبت خطوات بيست هيدروليك سيكشن ولا لا، وهنتدرب على شكل منهم دلوقتي. تمام؟
طيب حضروا سؤال في الكلام ده لغايه دلوقتي يا شباب. الار بتساوي على 2، اسف صح انا كاتبها هنا ماشي. طيب تعالى لي بقى كده للشكل السيركولار. وحشك؟ ادي الشكل الدائري بتاعنا. الشكل ده ينفع يبقى اوبن تشانل؟ جميل. يبقى انا بالنسبه لي ادي لو هنا عندي الضغط بتاعي ده بي اتموسفير، يبقى ده كده بالنسبه لي مين؟ بالنسبه لي اوبن تشانل. طيب المتغيرات اللي بتبقى موجوده عندنا هنا، ادي عمق الميه داخل الدايره واي، وطبعا بالنسبه لك هنا هيبقى الارتفاع ده كله عباره عن مين؟ عباره عن الدايمتر. لما بنيجي من مركز الدايره بالشكل ده كده، الواي دي ممكن اقسمها جزئين. المسافه دي كام؟ نص القطر، صح كده؟ مشكلتك بقى بتبقى في المسافه اللي فوق دي كام؟ عشان تعرف تحلها كمسألة بالأرقام. طب يا عم احنا لسه ما وصلناش انها مسألة بالأرقام. خليني دلوقتي انا عايز اعرف الجيومتريك بروبرتيز بتاعة الشكل ده، ومن ضمنها الكونديشن بتاع مين؟ البيست هيدروليك سيكشن. طيب مبدئيا لو انا عايز احسب الاريا، هي الاريا بتاعتي هنا اللي هي بتساوي، او الاريا اللي هي فين؟ انهي اريا اللي عايز احسبها؟ مساحة الدايرة كلها؟ مساحة المية اللي جوه الدايرة. عشان كده يا باشمهندسين احنا بننسب الكلام ده للزاويه المركزيه سيتا. فلو عايز تحسب الاريا بتاعه القطاع ده، قال لك تطلع بتساوي دي سكوير، عشان انا بنساه برضه للاسف، انت هتحفظه لكن انا مش مطلوب مني حفظه، خلاص الحمد لله. يعني دي سكوير على 8 في سيتا راديال ناقص ساين سيتا. طبعا بالنسبه لك السيتا 100 درجه 200 درجه 250 درجه تطلع زي ما تطلع. طب والسيتا راديان اللي هي بتساوي، ها سيتا راديان اللي هي بتساوي سيتا في باي على 180، ادي قيمه السيتا راديان يا عم. طيب ده لو انت عايز تحسب الاريا. ولو عايز تحسب البريمتر بتاع القطاع ده، قال لك بيساوي دي على 2 سيتا راديان. يبقى المعادلتين دول زي مساحه الريكتانجلر بتساوي ايه؟ بي في واي. البريمتر بتاع الريكتانجلر بي زائد 2 واي، دول هيتحفظوا زيهم عشان دول اللي بيطلع لك منهم مين؟ الاريا والبريمتر بتاعك. طيب امتى القطاع ده يكون بيست هيدروليك سيكشن؟ قال لك لما السيتا يبقى 4 بيست هيدروليك سيكشن سيتا ايكوال 180 درجة. ده بيتحقق في مرة واحدة بس، لما السيتا دي الزاوية المركزية تبقى كام يا عم؟ 180 درجة. يعني واي ايه علاقتها بالدي؟ ها؟ بتساوي دي على 2. يبقى لو انت عرفت ان ده بيست هيدروليك سيكشن، اوتوماتيك بقيت عارف ان عشان يكون، او اسف انا قلت لك خلي الدايره في حاله بيست هيدروليك سيكشن، وانت عارف قدره الدايره دي كام، يبقى اوتوماتيك هتمشي الميه لغايه فين من الدايره؟ لغايه نص قطاع الدايره بتاعتك. طبعا بالنسبه لنا هنا كمان الار هيطلع بيساوي كام لو احنا بنتكلم على قيمه الار بتاعتي؟ قال لك الار اللي هو الهيدروليك ريديوس بتاعي لو انت هتحتاجه، هيطلع بيساوي دي على كام؟ على 4. طيب القطاع ده يبقى اوبن تشانل فلو لغايه انهي عمق واي علاقته بالدي؟ تاني ده كده بيست هيدروليك سيكشن، عرفنا الكونديشن بتاعه. اصلا عشان يبقى اوبن تشانل فلو فطبق عليه الكلام ده، كان عندي شرط، اللي هو ايه الشرط؟ ان شويه الهواء اللي هنا دول ضغطهم هو مين؟
الضغط الجوي. طب يا ترى الدايرة دي والمية هنا كده اوبن تشانل فلو ولا بايب فلو؟ اعرفها ازاي الاول؟ تعالى كده، لو انا عايز اعرف الاول هو السريان ده اندر جرافيتي ولا اندر بريشر في الكونديشن اللي تحت ده، اعمل ايه؟ سعادتك عندك ماسوره ماشيه قدامك فبتتسال، وهي قدامك هي السريان جوه الماسوره اللي قدامي ده اندر بريشر ولا اندر جرافيتي، انا مش عارف اخش جواها، اعمل ايه؟ اخرمها. والله زي ما هي تخرم، ايه اللي هيحصل لو هي اندر بريشر؟ سلام. ولو اندر جرافيتي؟ طب والكلام ده حاجه عمليه عندنا؟ ركب لها بوزوميتر. ما هو خرمها ده معناه انك هتيجي تعمل فيها ايه؟ مش هتخرمها وتقعد تتفرج على الميه يعني، تمام؟ ان سعادتك بتيجي تحط هنا بيزوميتر، لو الميه طلعت جوه البيزوميتر ده شكرا، يبقى فعلا الضغط ده اندر مين؟ اندر بريشر، يبقى ما ينفعش تطبق لي عليه اساسا قوانين الاوبن تشانل فلو. لكن لو الميه ما طلعتش في البيزوميتر يبقى ده سريان ما زال اندر ايه؟ اندر جرافيتي. عشان كده الحاله اللي انا راسمها دي حاله خاصه من حالات السيركلر سيكشن. يبقى احنا كده كاننا بنتكلم على السيركولار سيكشن، عرفنا الكونديشن الطبيعيه بتاعته، لكن السبيشال كيسز بتاعته ايه؟ رقم واحد جاست فول كيس، حالة جاست فول يعني يا دوبك القطاع ممتلئ، اللي هو الحالة اللي أنا بشرحها لك دي، بقول لك لو المية ماشية هنا يعني أنا مش قادر أحكم هي الماسورة اتملت لآخرها فعلا ولا لسه فاضل فيها كام، يعني بقول لك الماسورة دي يا عم نسبة الامتلاء بتاعتها طب كده 99.9999. أيوه يعني دي كده لسه أوبن تشانل فلو ولا اتحولت لبريشر فلو؟ اطبق عليه قوانين الفلويد ميكانكس، قلنا ابسط حاجه بالنسبه لك عشان تبقى فاهم الكونسبت، بتركب بيزوميتر، والله سعادتك الميه طلعت في البيزوميتر باي ارتفاع، شكرا السريان اللي جوه بقى ماله؟ اندر بريشر، ما تطبقش عليه قوانين اوبريت شانل، يعني ما عادش ينفع تطبق عليه الكونديشنز دي. ما عادش ينفع تقول لي انه على حاله البيست هيدروليك سيكشن بتاعه بتساوي الواي بتساوي دي على 2، هو اصلا ما عادش اوبريت شانل فلو. لا يا عم الميه ما طلعتش، يبقى دي حاله خاصه بنسميها جاست ايه؟ جاست فول. طيب وايه اللي يميز الحاله دي؟ قال لك ساعتها ان الواي بتساوي الدي. طب وساعتها الاريا بتاعتي هحسبها من القانون ده؟ هو ينفع طبعا، بس ساعتها الزاويه تبقى كام؟ 360. طب ما خلاص طالما الزاويه بقت 360 يعني الدايره كلها بقت ممتلئه، يعني الميه بتشغل الدايره كلها، يبقى اوجع ليه دماغي بقانون صعب لما ممكن اقول باي على 4 دي سكوير يحل لي الحكايه كلها، او باي ار سكوير، وساعتها يبقى البريمتر بتاعك بيساوي كام؟ 2 باي ار او باي في مين؟ في الدي، وات ايفر، ده صح وده صح، بس في انهي كونديشن؟ بس اي حالة تانية ما هياش جاست فول لا شكرا، ارجع للقوانين الاساسية بتاعتك. ماشي الكلام معايا؟ طيب الدايرة بقى عندنا معاها مشكلة شوية، ان احنا بنقول القطاع في التعريف بتاعي هو القطاع الذي يعطي اقصى تصرف مع مين؟ كبست هيدروليك سيكشن، مع اقل محيط مبتل عند ثبات مين؟ المساحة والميل والخشونة. طيب هو المنطق يقول يا ترى مش احنا بندور على البيست هيدروليك سيكشن ان انا اوصل لاقصى تصرف ممكن؟ طيب هو لو انا بمشي الميه في المساحه دي بس ولا بمشي الميه في المساحه دي مين هيديني تصرف اكبر؟ ها العكس، انت كل ما الاريا كبرت اللي بتمشي فيها الميه صح كده؟ يعني انا لو اخترت الديامتر ده هو الديامتر ده، الديامتر ده هو مين؟
الدايمتر ده، والحاله دي مشيت لك فيها مين؟ الميه بتاعتك عند النص، فدي حاله مين؟ بيست هيدروليك سيكشن، اقصى تصرف مع اقل محيط. لكن هو انا لو خليت الميه تملى الماسوره دي لاخرها، المساحه كبرت حتى لو السرعه ثابته، ما هي كيو بتساوي اف ايه؟ الاف الفي، والايه مالها؟ كبرت. يبقى منطقي حتى بثبات الفي وانت كبرت الاريا ان التصرف اللي ماشي هنا ماله؟ هيكبر. بس تعالى بقى للجزء الثاني من التعريف، هو ساعتها لما كبر عمق الميه جوه الدايره، هو ده بقى اقل محيط مبتل عندك؟ لا. فانت كده خرجت اصلا بره مين؟ بره تعريف البيست هيدروليك سيكشن. صحيح انا ممكن اجيب كيو اكبر من الكيو اللي هنا، بس للاسف مش مع اقل محيط مبتل. ليه؟ لان المحيط المبتل بتاعي ايه اللي حصل له بالميه هنا؟ زاد. لما اقارن المحيط ده بالمحيط ده مين هيبقى اكبر؟ ده. شكرا. فبالتالي التصرف كبر، بس ده مش اقل محيط مبتل بالنسبه لي. عشان كده يا باشمهندسين الدايره والدايره فقط، الدايره والدايره فقط ليها اتنين كونديشن تانيين، اللي هما فور ماكسيمم ديسشارج وكونديشن تالت فور ماكسيمم فيلوسيتي. قال لك بالنسبه لي الدايره هتحقق لي اكبر تصرف ممكن لما تكون الواي بتساوي 0.95 من الدي، وده له اثبات ممكن نسبته، بس انا مش هوجع دماغك بيه. تمام. طيب وعشان اوصل للماكسيمم في، قال لك ان الواي تطلع بتساوي 0.81 من الدي. طب ده كده بيست هيدروليك سيكشن؟ لا. طب ده بيست هيدروليك سيكشن؟ لا. ليه؟ عشان البيست هيدروليك سيكشن رابط حاجتين مع بعض، اقصى تصرف مع اقل محيط. صحيح انا وصلت هنا لتصرف اعلى من الاقصى في الحاله دي، لكن للاسف مش مع حاله مينيمم بريمتر. طب هنا كبرت السرعه، واحد يقول لي طب وانا فايده كبرت السرعه ايه؟ ما هو انت لما سرعه الميه تزيد جوه القطاع، ما هو كده الكفاءه الهيدروليكيه بتاعته زادت، لان ما زلت بقول كيو بتساوي الاي في الفي. حتى لو ثبتت الاريا بتاعتك يا عم، بس قدرت باي وسيله ترفع السرعه، ساعتها الكيو بتاعتك مالها؟ هتزيد. يا ترى بقى وانت بتعمل الحركه دي خليت البريمتر اقل ما يمكن؟ لا يا عم، انا شلت البريمتر اصلا من دماغي. شكرا. يبقى انت خرجت بره مفهوم البيست هيدروليك سيكشن. يبقى الحالات الثلاثه دول يا باشمهندسين ما لهمش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالبيست كونديشن بتاع الدايره. عشان تقول لي دايره في حاله بيست هيدروليك سيكشن اهو وبس، سيتا تساوي 180 درجة، ان الواي هتساوي، يعني هنقول دي على 2، نكتبها كده يا عم، دي على 2 او نص الدي مش هتفرق معايا. بس ده كده حالة البيست هيدروليك سيكشن. لكن حالات الديزاين التانية ممكن تكون بصمم الماسورة لحالة جاست فول، ممكن دي مش بيست هيدروليك سيكشن اصلا، ممكن اكون بصمم الماسورة لحالة اقصى تصرف ممكن، دي مش حالة بيست هيدروليك سيكشن اصلا. ممكن اكون بصمم الماسوره لحاله اقصى سرعه تتحرك بيها الميه جوه الماسوره، دي مش حاله بيست هيدروليك سيكشن اصلا. يبقى كده يا باشمهندسين القطاع السيركولار في حاله البيست هيدروليك سيكشن له كام كيس؟ واحده. لكن في حالات الديزاين له كام كيس ممكن اصمم بيها؟ اربع حالات. الفرق بين الحالات فين؟ ادي الفرق بين حالات الديزاين بتاعتك، انك بتلعب في النسبه بين مين ومين؟ بين الواي قد ايه من الديامتر اللي موجود عندك. يعني واحد مثلا يجي يقول لي والله يا عم لو زمان كده قبل ما تتولدوا يعني كانت مداخل مدينه الزقازيق كلها فيها ترعه فرعيه، يعني وانت جاي من ناحيه منيا القمح كان جنب السكه الحديد ده في ترعه،
وانت جاي من ناحيه بلبيس العصلوجي دي كان فيها ترعه، وانت جاي من ناحيه المنصوره كان في ترعه، وانت جاي من ناحيه ابو حماد كان ما شاء الله ترع كلها يا داخله جوه الزقازيق يا طالعه من الزقازيق. طيب جم قال لك لا احنا الطرق بتاعتنا بقت ضيقه، فاحنا عايزين نعمل ايه في الطرق بتاعتنا؟ نوسعها. ايوه يا عم، طب اعمل انا ايه في الترعه اللي جنبي دي؟ قال لك ولا حاجه يا عم، حط خط مواسير واردم عليه. يعني حول الترعه من ترعه مكشوفه لترعه مغطاه، عشان كده بيسموها تغطيات الترعه او تغطيات المصارف، وان كان اللي بتتغطى الترع مش المصارف. محدش بيفكر يغطي مصرف، ليه؟ هيتسد. لان دايما الميه بتاعت المصارف المخلفات فيها اعلى، فبالتالي الصيانه بتاعتها بتبقى اصعب، فمحدش بيفكر ايه يغطي مصرف، لكن الترع وكميات الميه في المصارف مش محسوبه. يعني انت بتقول انا دايما، هو انت وانت بتصمم في الري والصرف كنت بتجيب كميه ميه المصرف كام؟ ازاي؟ 40% من الكيو كانال، صح كده؟ بتصمم على اساسها المصرف بتاعها. بس دي المصارف اللي بتاخد الميه يا دوبك على قد الصرف الزراعي. لكن ما شاء الله المصارف بتاعتنا بقى بترمي عليها كمان ايه؟ صرف صحي، وانت مش عارف كمياته، صرف صناعي احتمال، صرف مطر، شويه المطر اللي اتجمعوا كده وصلوا، فبالتالي كميه ميه المصرف بتاعتك مش ثابته طول السنه، متغيره وبقيم انت بترصدها بس عشان تعرف هو انت وصلت اقصى حاجه كام واقل حاجه كام. لكن الترع لا، انا اللي بفتح عشان اعدي في الترع الرقم ده، فبالتالي لما هصمم قطاع ترعه مغطى بقيت انا عارف انا بمشي فيه جواه كميه ميه قد ايه. طب ساعتها لو انا كانت الترعه اللي عندي ديت يا عم محتاجه ماسوره قطرها عشان تبقى بس هيدروليك فيكشن 10 متر، اعمل ايه؟ انت راجل بقى بتقول لي انت حاسس انت علمتني البيست هيدروليك سيكشن، انا هطبقه ومن غير تفكير. رحت على ترعه بسيطه، ترعه بحر مويس اللي بره ده يا عم، شوف عرضها 50 متر، احنا هنحولها لملاعب كوره وكافيتريات وقهاوي وشيش وزي الفل، وتبقى القعده جميله تمام، فهنحولها لترعه مغطاه. يا ترى احتاج لها ماسوره قطرها كام؟ عدد مواسير قطرها كام؟ تصرف اللي بره ده حوالي 50 متر مكعب سلم. والله 50 او 60 متر مكعب ثانية حاجة كده يعني. هجيب له ماسورة قطرها كام؟ أو كام ماسورة قطر كام؟ ما تقولوا أي رقم يا جماعة، والله براحتك كده يعني. هو أكبر ماسورة قطرها في مصر موجودة عندنا ماسورة 3 متر 40، مفيش أكبر من كده. من الاخر يعني عايز تعمل حاجه دائريه اكبر من قطر 3 متر 40 بتعملها نفق سيجمنت، اللي هو باسلوب الانفاق اللي انت بتتعمل للمترو تحت قناه السويس او ايا كان الكلام ده، لكن ماسوره صريحه اجيب ماسوره واركبها في بعضها، اكبر ماسوره في مصر 3 قطرها الداخلي 3 40، مفيش اكبر من كده. والماسوره الواحده منهم وزنها بيبقى حوالي 36 طن، والماسوره الواحده تكلفتها بيبقى حوالي 2 مليون جنيه ونص. ركب بقى مواسير. عشان كده برضه يا شوانسين لما يجي يقول لك حول لي ترعه لترعه مغطاه لازم يبقى عندك ناحيه اقتصاديه شويه. يعني مش اي حجم ترعه ينفع يتحول لترعه مغطاه، والا عشان انا في احد السنين يعني واحد قال لي يا دكتور بعد اذنك ممكن يبقى في فكره كده، احنا عندنا مساحه ارض متهدره وممكن نكسبها وارض كويسه جدا. قلت له انه ارض؟ قال لي اللي ماشي فيها نهر النيل. قلت له جميل فعلا، انت عندك عروض 500 و600 وكيلو. قال لي نحول النيل الى نيل مغطى. فكره حلوه. تعملها ازاي؟ لو بتفكرها هندسه دي مساحه ارض متهدره ممكن استفادها، بس تعالى لما تيجي تفكر في اي حاجه يا باشمهندسين في مشروع وانت بتشتغل فيه وعايز تقول انا هكسب منه حاجه، شوف الاول رقم واحد تقدر تعمله ولا لا، لان انت ممكن تكون الفكره كويسه بس ما تقدرش تعملها. طيب لا يا عم اقدر اعملها، بكام؟ طب وبعد ما عملتها بكام تعرف تصينها؟ لا، يبقى الفكره من اساسها اتهدت. طب لا هعرف اصينها بكام؟ وبعد ما تقول بكام طب كل قد ايه؟ يبقى مش مجرد ان الفكره ان ده
اصممه وينفع يلا على الله كده انا وانتوا ونشوف بقى احنا ايه هنوصل لغايه فين. مفيش حاجه اسمها كده. لازم سعادتك لما تقول انا عايز اعمل حاجه، انا بتكلم مش بره الهيدروليك دلوقتي، عايز اعمل مشروع، لازم اللي هي زي ما بنقول كده ايه الجدوى، مش هقول جدوى اقتصاديه، جدول هندسيه الاول، هو قابل للتنفيذ ولا لا؟ لانه لو مش قابل للتنفيذ بتفكر فيه ليه؟ ما هو مش قابل للتنفيذ، ما انا مش احلام هي احطها على الورق واقول لك اتفضل يا باشمهندس انزل بيها على الارض، تقول لي اصلا ما فيش امكانيات تعمل اللي انت بتقوله ده، ما اقدرش اعمله لك دلوقتي، شكرا. تمام. وده كان احد المشاكل اللي متقابل كتير من المشاريع، ان الفكره كويسه بس ممكن تكون امكانيات العصر هي اللي ما تنفعش. يعني ممكن نكون قدام شويه مع ناس ثانيه غيرنا، الفكره اللي النهارده مستحيله قدام تبقى مالها متاحه. عارفين السد العالي؟ عارفينه؟ عارفينه طبعا. مين اللي حط فكرته؟ اللي حطت فكره السد العالي عالم مصري بتاع بصريات بتاع نظارات يعني. طب كده اسمه الحسن بن الهيثم. الحسن بن الهيثم هو اللي حاطط فكره السد العالي. وهو اللي اختار مكانه، ولما راح زار المكان بتاعه رجع ساعتها للوالي وقال له اسفين امكانيات عصرنا ما ينفعش تعمل المشروع ده. حبسه في بيتهم لغايه ما مات. يبقى الفكره كانت موجوده من قبل كده بس الامكانيات اللي في وقتها ما تنفعش تعملها، فشكرا ده مش عيب يعني. نرجع بقى للهيدروليك. يبقى انا هنا بالنسبه لي يا باشمهندسين لما اجي اقول حول لي ترعه مغطاه، جميل يا معلم ما عنديش مشكله ترعه احط فيها ماسورتين ثلاثه، يا عم حتى لو ترعه بحر مويس عايز تغطيها يا عم هعمل 10 مواسير جنب بعض قطر الواحده 43 بتكلفه كام؟ هكلف يا عم على المشروع. صح كده؟ وتمشي الميه في حاله بيست هيدروليك سيكشن، يعني يبقى عمق الميه، ايه علاقته بقطر الماسوره؟ طب كده الناحية الاقتصادية بتاعتك راحت فين؟ الله يرحمها. ليه؟ لأنك هدرت نص مساحة القطاع بالنسبة لك غير إيه؟ غير مستغلة. شكراً. يبقى صحيح ده كناحية هيدروليكية حلو ابن حلال بس كناحية اقتصادية ما هدر لي نص كفاءة القطاع، أنا كده شغال كفاءة القطاع بتاعي ب 50% من الأريا كلها، لكن أكيد لو خليت الماسورة مالها؟ تتملي كلها، ده من الناحيه الاقتصاديه اكثر جدوى. ليه؟ على الاقل المساحه بقت الضعف يعني عدد المواسير بقى النص. يبقى ساعتها ممكن ما اقفلش دماغي اني احول الترعه لمغطاه ولازم تبقى بيست هيدروليك سيكشن، لا يا عم روح خليها في حاله جاست فول. يا عم خايف انها تتحول لبريشرايزد في اي لحظه تعمل لك مشاكل، يا باشا روح خليها في حاله ماكسيمم ديسشارج. لا اصل السرعات ممكن تعمل لي ترصيب جوه الماسوره، يا سيدي ولا تزعل نفسك خليها في حاله ماكسيمم فيلوستي عشان السرعه تعمل تنظيف ذاتي للماسوره اول باول. ماشي الكلام معانا يا شباب؟ مفهوم معانا الكونديشن بتاعه البيست هيدروليك سيكشن؟ ده خلاصه البيست هيدروليك سيكشن في الديزاين بالنسبه لك، سواء هتصمم قطاع تراديشنال من القطاعات دي طب كده، سواء بقى ريكتانجلر سواء تريانجلر ترابيزويدال او حتى السيركولر في حالاته المختلفه. حد له سؤال في الكلام ده يا شباب؟ حد فاهم حاجه؟ الحمد لله حدش رد. حد فاهم حاجه؟ ماشي. طيب تعالوا لو القطاع بتاعنا مش من دول اتعامل معاه ازاي؟ لو القطاع بتاعي ما هواش احد الاشكال دي، حاجه بس كده نقولها في ملحوظه ونخلي بالنا منها. لو انا بقول لك اثبت الكونديشن ده يبقى عايز اشوف مين خطوات الاثبات. بقول لك صمم القطاع ده بيست هيدروليك سيكشن، يبقى مش مطلوب تعمل ايه؟ اثبات. مطلوب تبقى حافظ مين؟ الكونديشن اللي هتشتغل بيه. طبعا الكلام ده كده بالنسبه للاشكال التراديشنال. بقول لك اثبت احد الاشكال دي، خلاص يا عم هتبقى انا عارفك حافظه فريره، حطني بس انت على الورقه ومالكش دعوه والبراشين بتشتغل. تمام. طيب لو قلت لك صمم، انا مش عايز البرشام، مش عايز الخطوات، انا ابقى عايزك حافظ مين؟ الكونديشن. طب افرض بقى الشكل مش من دول، نتعامل معاه ازاي؟
بي دي افات اللي موجوده كلها وكل اللي بيشرحوا لك والموادين اكيد شرحوا لك الكلام ده. القطاع ده نص القطاع اللي كان جالي وانا طالب زيك عشان اثبته بيست هيدروليك سيكشن. سنتي الكلام ده سنه 96 كنت زيك قاعد لا كنت بقدر اهو. تمام؟ دكتور راح مدينا في امتحان الفاينل عشان كان بيحبنا بس ساعتها يعني. الشكل ده. وقال لك اثبت البيست هيدروليك سيكشن للشكل ده في الحالات الاتيه. حاله رقم واحد، الحاله رقم اثنين. وقال لك يا ترى لو قلبت القطاع امتى يكون بيست هيدروليك سيكشن؟ اه والله ادي الار عادي جدا مفيش مشكله اهو. ادي دي الار وادي كانت المسافه بقى دي من هنا لغايه هنا هي البي. عيش حياتك بقى يا باشا. المسافه دي مره بقى هنا كده كلها مش عارف 2 الار والمسافه دي كلها كانت مش عارف 4 ار. ده انا ابعاد يعني والله ما يعني الدكتور الله يرحمه يعني الدكتور طلعت يعني. وكان امتحان اوبن بوك في سنتنا وراجل حل. راجل مش حل يعني از ماتش از يو كان، لا هو سولف اف يو كان. الفكره يا جماعه ان جنرال ايه الخطوات اللي انا بمشي عليها؟ انا واحد من الناس والله والله بعترف ما عرفت اثبته. خلصت نص الكراسه الاثبات عمال يكبر يكبر يكبر. بس كفايه بقى شوف غيره بقى. فخلاص هو الامتحان كله كان بيست هيدروليك سيكشن. الفكرة أنا مش بعقدك، أنا ببقى عايز أشوف أنت الخطوات فاهم الخطوات أنت بتمشي عليها إزاي؟ ولا أنت قاعد مستني الوحي؟ نصنا في الامتحان بيبقى داخل بيتعرف على المادة في الامتحان وأصحابه، صباح الفل يا معلم إيه الأخبار؟ الراجل ده معانا إيه النهاردة؟ ما أقولكش بيعمل معاك إيه؟ ده لو ما بتحضرش. لو بتحضر او خلي بالك برضه عشان ما حدش يقول لك عشان الحضور، لا يعني اقصد انك مش متابع الماده. تمام؟ طيب الفكره كلها في الامتحان وانا بقولها اهو برضه، لو اديتك شكل لده وقلت لك اثبت لي بيست هيدروليك سيكشن وكتبت لي اي كلام في السكه ورحت عامل الكونديشن الاخير صح، اكيد انا ما شفتش كل ده. عشان كده سعادتك ايه؟ خرمنت. خدت من الجمعيه دي على من الجمعيه دي على اللي عرفته تلقطه، واحد قال لك ولا ده في الاخر طلعت الار بتساوي كذا، يلا اهو وبروزها له. عبيط انا صح؟ بلاش عشان بتخليني يعني افهم انت مين بقى دلوقتي. فبدل ما هبقى يلا ده كويس اديله عدي، لا تعالى لي بقى كده بفنجان قهوه ونشوف انت مين. ده انا مش هروق عليه بس. تمام؟ أنا بجيبك ساعتها الجمعية كلها. بعرف أجيبها. ماشي الكلام؟ اللي أنا أقصده يا باشمهندسين، أنا عايزك تكون عارف تفكر، إيه الخطوات اللي أنا همشي عليها عشان أجيب الكونديشن ده بيست هيدروليك سيكشن ولا لأ؟ لو هو أشكال من الأشكال التراديشنال بتاعتنا، خلاص حافظينها يا عم وهرزعها وهبقى حافظ إثباتاتها. طب لو هو شكل غريب، برضه العملية مش مستحيلة. خطوة رقم واحد، اكتب معادلة المساحة. يبقى أول خطوة عندك معادلة المساحة. مساحة الشكل ده حافظها كقانون؟ أكيد لأ. قسمها. يبقى ساعتها أمسك الشكل اللي قدامك ده وأقسمهولي لشوية أشكال أعرف أتعامل معاها. التقسيمة اللي أنا عملتها ده مش إلزام ليك. قسم يا حبيبي بالشكل اللي نفسك فيه. بكرة واحد يقول لي لا لا انا مش هقسمهم كده، انا هقسمها كده اهو يا عم كده، يبقى دي دول ودول وبعدين دي براحتك. في الاخر انت هتجمع المساحات باشكالها عشان تديك مساحة مين؟ الشكل كله. طيب يبقى انا بالنسبة لي يا عم اخترت كده ان تبقى المساحة بتاعتي بالمنظر ده، ان المستطيل ده مساحته ايه واحد، ان المستطيل ده مساحته ايه اتنين، وان الدايرتين دول او اجزاء الدايرتين دول هم مين؟ ايه ثلاثة. يبقى بالنسبة لك الاريا
هي عبارة عن اريا واحد زائد اريا اتنين زائد اريا تلاتة. امسك كل واحدة فيهم واحسبها. امسك كل واحدة فيهم واحسبها. طيب بالنسبة لك لو مسكت اريا واحد هتساوي العرض ده كله في الارتفاع ده، يبقى بالنسبة لك عبارة عن بي في اتنين ار، يبقى اتنين بي ار، ادي اريا واحد. طب اريا اتنين اللي هي مين؟ اللي هي برضه مساحة بس المستطيل ده. طب هو المستطيل ده عرضه من هنا لهنا كام؟ دي بي طبعا، انا بقول لك ده ربع دايره، يعني الافق بتاعك ده هنا ار وده ار نفس الكلام، يبقى ساعتها العرض بتاعك ده عباره عن بي ناقص 2 ار، ادي طول ضلع، والضلع العمودي عليه اللي هو كام؟ اللي هو الار. يبقى بالنسبه لك الاريا 2 بقت عباره عن بي ناقص 2 ار، الكلام ده كله مضروب في مين يا عم؟ مضروب في الار. صف الكلام ده لو ينفع يتصفى، يبقى ساعتها هتبقى الاريا 2 ولتكن عبارة عن بي ار ناقص 2 ار سكوير. طب واريا 3؟ ده ربع دايرة، وربع دايرة هي مساحة الدايرة بدلالة الار بتساوي باي ار سكوير، بس دي الدايرة الكاملة. دول قد ايه من الدوائر؟ نصها، ربع دايرة وربع دايرة، يبقى كأنك هتقسم الكلام ده على كام؟ على 2، يعني الاريا 3 بالنسبة لك هنا هتطلع بتساوي 1.57 من 100 ار سكوير. صعب الكلام ده؟ يبقى كده بقت الاريا بتاعة القطاع كله عبارة عن 2 بي ار زائد بي ار ناقص 2 ار سكوير زائد 1.57 من 100 ار سكوير. يبقى كده اريا هتطلع بتساوي في الاخر كده هتطلع تساوي 3 بي ار ناقص 0.43 ار سكوير. ادي اول خطوه. واحد يقول لي كل دي اول خطوه؟ اه طبعا، والكلام ده يا باشمهندسين سعادتك وانت لو بتحله اول مره في الامتحان وبتفكر بالاسلوب ده انا بقول لك هيضيع منك الامتحان فيه، عشان كده سعادتك لازم تبقى مدرب نفسك قبل ما تخش على الخطوات دي بمشي عليها ازاي، بحسبها ازاي، بقسم الاشكال دي ازاي. لكن يلا هنخش الامتحان واه ده سهله العمليه، انا ما قلتش انها صعبه، بس يا ترى وقت كتابه الكلام ده قد ايه؟ وقت كتابه الكلام ده قد ايه؟ وانا بحط لك امتحان بديك ثلاث اضعاف الوقت اللي انا بحل بيه، يعني امتحان الفاينل بتاعك الثلاث ساعات انا ببقى بحله وبكتب حله بنفس الخطوات وباستخدام الاله الحاسبه في قد ايه؟ في ساعه. ليه؟ عشان انا عارف الفكره، عارف انا هعمل ايه. بديك بقى الساعتين التانيين دول ليه؟ عشان سعادتك بتفكر. طب ممكن تكون اسرع مني في الكتابه، بس انا بديك وقت مين؟ التفكير، اللي سعادتك اساسا بتفكر بقى وتشغل التفكير امتى؟ امتى اول مره؟ نملى الزمبلك الصبح قدام الباب وتخش بقى تتفطط في الامتحان. عارفين الكتكوت ده؟ تمام. طيب تاني خطوه عندنا يا باشمهندسين، تاني خطوه رئيسيه المحيط. فين المحيط المبتل؟ ركز معايا، فين المحيط المبتل؟ تعالى نمشي من اول سطح الميه يا عم، هنا دي كام؟ 2 ار، يبقى البريمتر اهو، نبدا 2 ار. طب ما هو في زيها الناحيه الثانيه، المسافه دي اخرى كام برضو؟ يبقى ادي كمان 2 ار، وفي عندنا المسافه دي، ما هي ما انا كتبتها اساسا وانا بحسب المساحه بتاعتي، يبقى الكلام ده يا عم زائد بي ناقص 2 ار. فاضل لك مين؟ محيط ربع دايره ومحيط ربع دايره. هو محيط الدايره كله كام؟ 2 باي ار على، لان انا بحسب نص دايره،
يبقى في الاخر وصلت ان البريمتر بتاعك كمعادلة هيبقى عبارة عن 5 و14 من 100 R زائد البي. ادي المعادلة رقم 2. يبقى يا باشمهندسين ايا كان الشكل اللي جاي عندك عشان تثبته بيست هيدروليك سيكشن، الخطوة رقم 1 اكتب معادلة المساحة. هتوصل ازاي لمعادلة المساحة؟ شوف حياتك مع الشكل الهندسي. تاني خطوة بتكتب معادلة مين؟ المحيط. الخطوة رقم 3، انا دلوقتي المعادلة دي فيها كم متغير؟ 2 بي وار. عايز اعمل ايه يا فندم؟ عايز اخلي المعادلة كلها في متغير واحد فقط، يا البي يا اما مين؟ يا اما الار. يبقى سعادتك هنا هروح اطلع من المعادلة رقم 1 فروم 1 بي بتساوي كام؟ من المعادلة 1 عايز البي لوحدها، ها هتطلع بتساوي الاي زائد 0.43 ار سكوير. كل الكلام ده على مين؟ على 3 ار. لو بسطت المعادلة دي بس شوية كده يبقى سعادتك البي بتاعتك هتطلع في الاخر بتساوي الاي على 3 ار زائد 0.14 ار. اعمل ايه بالبي؟ يبقى هروح بالتعويض في 2، خد ده وعوض لي بيه فين يا معلم؟ في المعادله رقم 2. يبقى ساعتها اوصل في الاخر كده ان البريمتر بتاعي بيساوي 5.14 ار زائد البي، هشيل البي واحط مكانها ايه؟ على 3 ار زائد 14 من 100 ار. يبقى في الاخر وصلت ان البي بتاعتك بقت بتساوي كام؟ 5.28 من 100 ار زائد الايه على 3 ار. اريا محيط متغير بدلاله الثاني، التعويض في معادله البريمتر. اخر خطوه فور بيست هيدروليك سيكشن، الدي بي باي دي ار ايكوال زيرو. فاضل وساوي التفاضل بتاعك بمين؟ بالصفر. تعالى كده نمسك المعادله بتاعتنا، يبقى صفر هيساوي 5.28 من 100 ار، يبقى 5.28 من 100 ايه على 3 ار؟ ها ناقص ايه على 3 ار سكوير. ماشي الحال؟ عارفين جت منين ولا طب خلق. يبقى في الاخر 5.28 من 100 بتساوي الايه على 3 ار سكوير. يعني اقدر افصل الاريا لوحدها يا عم في جنب، مش كده؟ عشان يبقى الاريا تطلع لي في الاخر بتساوي 15.84 من 100 ار سكوير. اعمل ايه بقى بالكلام ده؟ ارجع مين؟ شيل. اخر خطوه اعمل ايه؟ عايز اجيب انا كده فضلت، ده ناتج التفاضل. اعمل ايه بقى؟ هو انا بالاول بدور على العلاقه بين مين ومين؟ البي والار، ما هو ما كانش فيه غيرهم. طب انا دلوقتي وصلت ان ده ناتج التفاضل بتاعي، يبقى تعالى شيل الاريا، حط لي مين؟ الاريا كانت في كام؟ ادي المعادله 1 اللي هي تقول 3 بي ار ناقص 0.43 ار سكوير بتساوي كام يا عم؟ 15.84 من 100 ار سكوير. يبقى هنا هقول لك from او substitute ان 1، شيل كلمه الاريا اللي في 1 دي وحط لي مكانها مين؟ الكونديشن بتاعك اللي انت طلعته. هتختصر الكلام ده عشان تكتشف في الاخر يا عم ان البي بعد ما هتصفي الكلام ده هتطلع بتساوي 5.42 من 100 ار. ده الكونديشن اللي يحقق الشكل بتاعنا ده بيست هيدروليك سيكشن.
طيب بالارقام، يعني لو الار بتساوي 1 عايز اعمل الشكل ده واحط فيه ربعين دايره، نص قطر الدايره ديت بيساوي كام؟ 1 متر. تبقى ابعاد الشكل ده بقت كام مثلا؟ يعني لو انا بقول لك طيب الكلام ده بقى 4 r = 1 متر، يبقى الابعاد الهندسيه للشكل ده بقت ايه؟ بقت عرض القطاع بتاعي كله بي بتساوي 5.42 متر. طبعا ربع الدايره وربع الدايره بالنسبه لك خلاص ده المتر. طب والمسافه دي كانت كام؟ 2 ار يعني كام؟ 2 متر. والمسافه دي كانت كام؟ كانت ار يعني كام؟ يبقى في الاخر القطاع ده عشان يبقى بيست هيدروليك سكشن تخلي العرض الكل بتاعه 5.42 متر، وعمق الميه اللي ماشيه فيه كام متر؟ 3 متر، بقى بيست هيدروليك سكشن. في مشكله في الكلام ده يا شباب؟ حد عنده استفسار في الكلام دوت؟ طبعا حدث ولا حرج في الاشكال ايا كان الشكل. انا مش هجيب لك شكل هلامي يعني واقول لك تتعامل معاه. شكل هتعرف تقسمه لمثلثات، هتعرف تقسمه لدوائر، هتعرف تقسمه لمستطيلات، وهتعرف تجمعه بسهوله وتطلع لي كونديشن. زي انا بقول لك انا ما بتحدكش في اثبات، لكن ببقى عايز اعرف انت فعلا فاهم تتعامل ازاي مع الخطوات. وبرضه عشان ابقى صريح معاك، انا بمشي ورا خطواتك، طول ما خطواتك ماشيه صح بتاخد درجات، لكن ما يبقاش الخطوات ماشيه غلط وتطلع لي الكونديشن الصح. يعني يجي ازاي؟ ايوه اللي بيضحك ده اكيد بيشترك في جمعيات كتير صح؟ ما انت برضه في الاخر يعني ما تفتكرش انت الذكي الوحيد، يعني في ناس برضه يعني اذكى كتير. حد له سؤال في الكلام ده يا شباب؟ صعب الكلام ده؟ خلصنا كده شابتر 3 الكونديشن بتاعتي، خش على الشابتر اللي بعده.